أما بعد، معشر المسلمين يا أحباب الله ورسوله، يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم في الآية 68 بعد 162 من سورة البقرة: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. صدق الله العظيم. أيها الأحبة، غلاء وبلاء وضيق معيشة، تعب ومعاناة، خوف وقلق من قوت الأولاد ومن لقمة العيش عند كل واحد منا، هذا هو حال الجميع في هذه الأيام. الكل يخاف من يوم غد، والكل يخاف من المستقبل الذي يأتيه، يخاف على لقمة عيشه، يخاف على لقمة أولاده، يخاف على قوت بيته، كيف سيؤمن الطعام والشراب. أصبح الحليم فينا حيراناً، يسير في الشارع يكلم نفسه من الشيء الذي يعيشه والألم والعناء الذي يكابده في حياته. هذه الأشياء التي نمر بها بداية ينبغي علينا أن نتفق أنها بلاء من الله سبحانه وتعالى، وأننا عبيد لله سبحانه، وأن البلاء عندما ينزل من الله على الإنسان أولاً أن يتعامل مع البلاء من ربه بأدب، وأن يعود إلى ربه بداية، وأن يكون مع الله في كل ساعة من ساعات حياته. ما نعيشه اليوم أيها الأحبة هو بلاء على الأجساد، ضيق على النفوس، شدة وكرب على الأرواح. بداية، كل واحد منا يحب أن يكون غنياً، وكل واحد منا يحب أن يكون مكتفياً مادياً. وتحبون المال حباً جماً، لأننا نعلم أن المال هو عصب الحياة، وأن الإنسان لا يستطيع أن يعيش في الدنيا بغير مقومات المادة التي يشتري ويبيع فيها. ولكننا كلنا يقين أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، وأن البركة في الأرزاق هي بيد من يعطيها سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى تكفل بالأرزاق لخلقه كلهم، فوعدنا سبحانه أنه يعطي الرزق للعباد، فقيرهم وغنيهم، كبيرهم وصغيرهم، طائعهم وعاصيهم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وكأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم، وهو السميع العليم، الذي رزق الطير في السماء، والذي يرزق السمكة في الماء، والذي يرزق الضب في البيداء، قادر على رزقك وأنت عبد من عباده سبحانه. ولكن مع وعد الله لنا بالرزق، هناك إنسان يخاف الفقر، بل كلنا يعيش مع الخوف من الفقر، والشيطان يعمل على إنبات وعلى إذكاء هذا الخوف في قلب كل واحد فينا. فأخبرنا ربنا: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. لذلك أيها السادة، قال الإمام الثوري رحمه الله: ليس للشيطان سلاح على الإنسان، ليس للشيطان سلاح على الإنسان أكبر من خوف الفقر. أكبر سلاح للشيطان على كل واحد فينا هو أن يخوفنا من الفقر. فإذا وقع الخوف في قلب الإنسان، منع الحق وتكلم بالهوى وظن بربه ظن السوء. الإمام الحسن البصري رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: قرأت في 90 موضعاً من القرآن الكريم أن الله تعالى ضمن الأرزاق لعباده وتكفل بها، وقرأت في موضع واحد: الشيطان يعدكم الفقر. اسمع، فشككنا في قول الصادق في 90 موضعاً، وصدقنا قول الكاذب في موضع واحد. الله تعالى وعدنا بالرزق في 90 موضع من القرآن، والشيطان وعدنا بالفقر في موضع واحد، فصدقنا قول الشيطان
وكذبنا قول من؟ قول الرحمن سبحانه وتعالى. لذلك يا سادة أقول لكم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الفقر، لأن الفقر شديد، وسيدنا علي قال: لو كان الفقر رجلاً لقتلته. الفقر شديد على الأنفس، فكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى من الفقر. روى أبو داود وأحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والفاقة والذلة. ولكنه مع ذلك صلى الله عليه وسلم كان يكره على أصحابه أن يدخل خوف الفقر إلى قلوبهم، كان يخاف على أصحابه أن يتغلل خوف الفقر إلى قلوبهم. في الحديث الذي رواه ابن ماجة بسند صحيح من حديث أبي الدرداء يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن نذكر الفقر ونتخوفه، نتذاكر الفقر ونخافه فيما بيننا، ونحن نذكر الفقر ونتخوفه، فقال صلى الله عليه وسلم: الفقر تخافون؟ هل تخافون من الفقر؟ الفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا. وعد من سيدنا رسول الله. فيا سادة، لكي لا أطيل عليكم، اليقين الذي ينبغي أن يزرع في قلب كل واحد منا أن الذي يرزق النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء لن ينساك في أرض ولا في سماء، أن الذي يرزق الحية التي لا تملك أرجل، والذي يملك والذي يرزق الطير الذي لا يملك الأيدي، الذي يرزق السمكة في الماء من غير ذراع ولا قدم، قادر سبحانه وتعالى على أن يعطيك رزقك كفافا لا لك ولا عليك، بل قادر على أن يغنيك ولو صار الغلاء إلى عنان السماء. لما أتي إلى أعرابي فقيل له: لقد أصبح ثمن الرغيف دينارا، فقال: وما يهمني وإن أصبحت ثمن حبة القمح دينار، أعبده كما أمرني ويرزقني سبحانه كما وعدني. قيل لحاتم الأصم: من أين تأكل؟ قال: من عند الله. فقالوا له: وهل ينزل الله تعالى عليك دنانير ودراهم من السماء؟ تأكل من عند الله؟ الله تعالى ينزل عليك دنانير ودراهم؟ فقال لهم حاتم الأصم: أوليس يملك إلا السماء؟ أوليس يملك إلا السماء؟ الأرض ملكه والسماء ملكه، إن لم يؤتني رزقي من السماء ساقه إلي من الأرض. ثم أنشد قائلا: وكيف أخاف الفقر والله رازقي ورازق هذا الخلق في العسر واليسر، تكفل بالأرزاق للخلق كلهم وللضب في البيداء والحوت في البحر. ربما البعض يقول: أنا أتحمل لقمة العيش، أعيش على لقمة خبز، أعيش على درة ماء، ولكن أولادي الذين في البيت كيف سيأتي رزقهم؟ جاء رجل إلى سيدنا إبراهيم بن الأدهم، إلى إبراهيم بن الأدهم، فشكى له قلة المال وكثرة العيال، عيالي كثيرون ومالي قليل. فقال له سيدنا إبراهيم بن الأدهم: ابعث إلي من أولادك من ليس رزقه على الله، ابعث لي من أولادك من ليس رزقه على الله. مرة من المرات يا سادة، زرع قوم من الأعراب زرعا، فلما بلغ ذلك الزرع أصابته آفة فذهبت به، فاشتد ذلك عليهم حتى بدا في وجوههم، فقامت أعرابية من بينهم فقالت: يا قوم، ما لي أراكم متغيرة وجوهكم، ميتة قلوبكم؟ هو ربنا يفعل بنا ما يشاء ونحن عبيده، وقد وعدنا بالرزق ويأتي بالرزق إلينا متى يشاء وكيف يشاء. حقيقة ضعها في قلبك وفي عقلك،
إن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوعب رزقها وتستكمل أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أبو نعيم في الحلية يروي بسند حسن من حديث سيدنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. عليك بتقوى الله إن كنت غافلاً، يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري، فكيف تخاف الفقر والله رازق؟ فقد رزق الطير والحوت في البحر، ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئاً مع النسر. فرج الله تعالى عن بلاد الشام، قولوا من قلوبكم آمين. فرج الله تعالى عن سوريا، فرج الله تعالى عن بلادنا. هذه البلاد يا سادة لا تخافوا عليها، فإن الله تكفل لها بالعيش الهنيء. هذه البلاد مهما ضاقت عليها الأيام ومهما ادلهمت عليها الليالي، فدعوة رسول الله تدركها. اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. يا رب الشام في كرب عظيم، يا رب الشام في ضيق عظيم، يا رب الشام تناديك بلسان أبنائها، تناديك بلسان رجالها، تناديك بلسان نسائها، فعطفك وحنانك، منك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على بلاد الشام، فلا تخافوا بأسا ولا تخافوا شدة، وكونوا بالله واثقين.